هذه روانو على حطة يدينك ما تغيرت. الأم البائسة العازبة اللي عندها ولدها بس وريلها راح وما رد بعد. هدها مرة واحدة. وهذه المطلقة ريلها طلقها وأخذ منها عيالها لأنها ما تستاهل تكون أم. ترى هذه مو طريقة تحاجين فيها موظفات عندك. أنت نفسك ترضين أحد يحاجيك بالطريقة ترضين؟ من يقول لك؟ من يقول لك هذول ما يتحجون فيني؟ هاج صوري حق أمك خد تشوف من طصت شلون صار درجاتكم. ليش أمي طلعت من البيت بمزاجها؟ والله أنا الكلام هذا اللي قلت لك إياه يعني راجعت نفسي فيه. بصراحة أنا خايفة على عيالك من الضغوط النفسية، ما يصير باكر يكبرون ويقولون إن أمهم رايحة ورادة على كيفها. ترى مو زين لهم. واسمع نصيحتي، شوفك ما اهتميت لكلامي عن بدرية وسمعتها بالوزارة. لا بالعكس اهتميت. اهتميت لدرجة اني قعدت مع المرة وسولفت معها وفهمت منها الموضوع من الأول إلى الآخر. تينن تهبل ما شاء الله. اللي عارفة الناس ترسم وردة نحلة. ما أدري كيف. هذا طفل. أوكي، ما تشوفون شر. مع السلامة. عسى ما شر. شريفة أمس دشت غيبوبة سكر. وعلي بسم الله عليها، شلون هالحين أحسن؟ يقولون أحسن بس ما تقدر تجي اليوم. الله يهداها لو تلتزم بالأكل الصحي. أي والله وأنتي صج. الله يشافيها إن شاء الله ويشافي كل مريض. آمين يا رب. بين عليها طيبة وحنونة حبوبة. مهمة وايد طيبة وحنونة معنا. بط نفس غصون. كوبي ما لنا شغل فيها، خل كل واحد ينشغل بشغل أحسن. أحسن. أستاذ ابتسام، أبي أخذ رأيك بشغلة. هي قول، قاعد أشوفك من الصبح رايح وراد، أكيد تبي تقول شيء، تفضل قول. بصراحة أنا مرتبط ببنت وأحبها وايد، متوهق بيني وبينك، عيد ميلادها قرب وما أدري شنو آخذ لها هدية، ما أعرف ذوق البنات. عاد أهم شيء آخذ لها شيء رخيص وتفرح فيه شنو؟ كي زين هالبنت هذه كم عمرها؟ يعني للحين تدرس بالجامعة. كيف؟ ما قلت لي عنها. ما أدري يعني ما حصلت فرصة أو موقف إن أنا أقول لك وأبطل الموضوع. كيف؟ ورد. نعم. إيه البنت استأنس إذا حبيبها يجيب لها ورد. بعدين رخيص ومو مكلف يعني. أنا شوي مصدعة. أمشي. على إذنك. حياك الله. ورد. شلونك بدرية؟
الحمد لله شايبك فوز هنا. تعذرك في ما يبيك الموضوع تالي. الياهل فيهم شيء؟ يبا الياهل ما فيهم شيء، ايش فيك؟ وديتهم البيت وجيت لك. تعذرك بسرعه انت فاهم تعالي. انت فاهم على شنو فواز؟ ايش بيني وبينك انا عشان نتفاهم يعني للوزاره؟ شنو فيك؟ لحظه هذا المكان واحد. لحظه. بدي ايش فيك؟ انت هي ايش فيك هي مدرعم هي هي؟ ايش فين انت؟ شنو هي؟ انت ايش فيك جاي؟ انت منو؟ انا رايلها وابو عيالها، حضرتك منو؟ طليقة هذا صح؟ خالد لو سمحت، خالد لو سمحت روح بيتكم. هذا خالد اللي سمعت عنه؟ ايه ايه انا خالد اللي سمعت عنه وراح تسمع عنه بعد. على فكرة انت واحد تافه وما عندك سالفة. شوف عاد، شوف عن الغلط احترم نفسك وخليك محترم. حاجيك روح لا وسخ. خلاص عاد بس انت وياه. نزل يدينك. حرك يلا. خلاص خلاص. تفضحوني بالوزارة ولا شنو؟ خلاص اوكي، إذا احتجتي شيء اتصلي فيني تليفون اوكي؟ ايش دعوة؟ النعم فيك والله. ايه تفضل تفضل. روح. النعم فيك. روح. الله العظيم. سيتالك بخنت تفاهم من شيء. تفاهم على شنو؟ طلاق وطلقتني، عيالي وخذتهم مني، ايش تبي تاخذ بعد روحي؟ ماشي يا بدرية ماشي. ضاع الكلام غصون عدل. سانا ربيك. هلا هلا بدرية. أنا بفهم أنت اللي سويته شنو بالضبط؟ سويت؟ أنت ما شفتي أسلوبه الاستفزازي هذا؟ هو اللي شيشني. أنا واقفة مع واحد قاعد أتكلم، ليش مدرعم؟ بدرية أنا لما شفتك تصارخين قلت أكيد أكو شيء، ما أدري إيش دراني أنا. وأنت شكو؟ من باجي أهلي، رأيلي، خطيبي، نعم. بدرية أنا أحبك. بدرية احنا ناس ناضجين. انا مثلك مريت تجربة مؤلمة. ملحقنا نعيش مثل غيرنا. انا عمري ما فكرت باي وحدة بشكل جدي بعد وفاة مرتي غيرك. بدرية انا احبك. وابي اتزوجك على سنة الله ورسوله. هليبا. هلا بنيتي، خير ان شاء الله. اليوم رد مبكر. ماكو شيء يبا، بس شويه حسيت بصداع فرديت البيت. انت باكيه؟ لا يبا، من الصداع بصعد فوق داري ارتاح عن ابنك يبا. ما
هلا يبا، شانك؟ ايش فيك واقف بالصاله؟ ايش صاير؟ ماني بزين يا ابوك. ابتسام ردت من شوي، عيونها متفخه، ويها حمر، الظاهر انها باكيه. ليش؟ من شنو؟ ايش فيها؟ ما ادري. خلاص عاد لها فوق اشوفها. ابتسام، ايش فيك؟ توما عبدي، ولا حد عبدي بعد، ولا حد راضي يحبني. بس يا حبيبتي خلاص، ترى الناس كلها عبالهم من الريايل مسطرين وراي، وانا اصلا ما حد يبيني. حبيبتي بس حتى فهد، ترى فهد انا رضيت فيه وهو على قد حاله، بس هو ما رضى فيني ما يبيني. حبيبتي بس خلاص لا تبكين، خلاص بس. انتي اختي اكيد بتجاوبيني، ابي اعرف انا هالكثر انسانه سيئه، ليش هم ما يحبوني؟ ليش انا قاعده احبهم وما حد راضي يحبني؟ ليش؟ بس حبيبتي ليش؟ لو نصيبك ربك بقربه لك، خلاص لا تبكين. تفضل. فواز وأمه تحت. السلام عليكم. عليكم السلام. خالتي صاير شيء؟ قاعدي يا بنيتي، قاعدي بكلمك. بصراحة احنا ندري انك انت غلطانة. لا خالتي، انت ما سمعت. دقيقة خليني اخلص كلامي للأخير، طولي بالك. احنا ندري بعد ان فواز غلطان يوم انه رفع قضية عليك وفرق بين الأم وعيالها، بس هذا بعد ما يمنع انه هو ندمان على فعلته. شنو يعني؟ يعني ندمان على الساعة اللي تخلى فيها عنك، والحين عاد جاي بردك. تدرين بعد هذه عشرة عمر، مو يوم ولا يومين، ولا ايش رايك؟ بصراحة البيت من غيرك ما يسوى، يعني أنا واليهال حيل فاقدينك. يعني يا ريت تردين البيت ونفتح صفحة جديدة ونرد مثل الأول وأحسن. على شنو بالله تبي تفكره هي؟ ها؟ لو مو مخلصه العده كان رادها الحين من غير ما تسالها. حلوه هذه والله، والله مسخره، والله طرطره والله. توافق يا فواز، توافق.
He left me alone. Oh, baby, you're not alone. And he didn't leave you. I see him in you. All the time. All the time. بدرية بنيتي، فكري عادل يا يبا، لأن الغرض اللي بتاخذينه بغير مجرى حياتك للأبد. إحنا ما راح نقصبك يا بنيتي، وبيتنا مفتوح لجدام إحنا عايشين، بس ما تدرين باكر إيش راح يصير. إحنا ما نبي منك شيء يا يبا، كل اللي نبيه إنك تاخذين قرار وأنت مقتنعة فيه. وعسى الله يوفقك وريح بالك إن شاء الله. آمين يا رب. السلام عليكم. هلا. شلونك حبيبتي؟ حبيبتي عليكم السلام. شلون صرت الحين؟ والله الحمد لله، شوي تعب بس الحمد لله، أحسن من أول. ما تشوفين شر حبيبتي، ديري بالك على عمرك. إن شاء الله. الله ييرك من الشر. إن شاء الله أجمعين. ها حبيبتي بدرية، إيش فيك اليوم؟ كنا مالك خلق شغل. والله ما أدري إيش أقول لك، ألف شغلة في بالي ماني قادرة أفكر زين. صاير معك شيء؟ فواز وأمه أمس كانوا عندي بالبيت. يبي يردني. زين الحمد لله، وليش محتارة؟ ما علي، أنا ترى بالصدفة كذي سمعت الكلام بالبركة. زين أحسن نشتردين حق بيتك وريلك وعيالك بدل الفضايح بالدوام مثل هوشة أمس، عيب كانت يعني. من قالك أنا وافقت؟ عشتم على اساس ان عندك خيارات تبين تفكرين صح؟ اي طبعا. اي حبيبتي، انا وحده عندي خيارات وابي افكر. هما خيارين ماكو غيرهم، يا يعني انك تكونين على ذمه الريال او انك تكونين مطلقه، والمطلقه انت عارفه يعني. لا حبيبتي، مو كل مطلقه وطايح حظها. وبعدين ما عاد كل ما شفتي ويهنا قطيتي علينا حكي. استغفر الله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. ابتسام ليش ما رايح الدوام؟ لا يكون عشان فهد. الهام مالي خلق. انزين مالك خلق امنا بالله عادي، بس انك تقعدي بالبيت كذي قاعده متقرفطه بالفراش ماله، طلعي روحي كوفي شوب، روحي تريقي مع رفيجاتك، مو قاعده لك كذي. بقول لك شيء، لا تحبسين نفسك عشان اوهام فاضيه. زين اقول لك شيء. الهام ايش فيك؟ ليش مو راضي تفهمين ان انا مالي خلق اطلع لا اروح كوفي شوب ولا اروح اي مكان؟ زين مو مشكله عادي، اروح بدالك؟ كيفك؟ تبي تروحين روحي، ما تبي تروحين لا تروحين. لا بروح، بعد شي قاعد من البيت ما عندي كلاسات ولا شيء، ما راح اقعد نفسك كذي، وبعدها مسوي روحي مديره بدال اختي. اوكي بس قول حق فهد انه ما راح اليوم وان اختي مريضه، اوكي؟ اوكي. خليك اخاف اتاخر عليه. ايش صاير؟ ولدي طايح بالحضانه. وي يا ربي لا حول ولا قوه الا بالله. بسم الله عليه. يا ربي ايش السالفه؟ صباح الخير.
صباح النور. عيل ابتسامي هي عيل اليوم؟ لا. عيل انت شايفك؟ كيفي محل اختي اليوم بصير في مديرة. كيفك؟ صدق عاد محل اختك ومن حقك. عيل انت دريتي باللي صار امس؟ اي مسكينة قالت لي يعني صدق ليلة ما يعلم فيها الا الله سبحانه. شلون؟ ماكو بس يعني البنية خلاص وايد تعقدت منك انت وفارس ذبحته واختي ترى. ليش هي قالت لك شيء عني؟ ماكو بس قالت انك تحب واحدة بالجامعة بتجيب لها هدية ما ادري شنو شيء كذي يعني. ليكون قالت لك شنو الهدية اللي اخترعتها علي؟ مسكينة وين تسولف امس؟ وايد كانت متضايقة. زين نطريني لحظة هني. وين بتروح؟ لا تحركين نطري بس. وين عسى ما شاف صاير؟ نطري شوية نطري. امبي مو طبيعي. خل اقعد اتفلسف بمحل اختي شويه. تفضلي. هذا شنو بعد؟ هذا كان اختراع ابتسام. شنو يعني مو فاهمة؟ أنا لما قلت حق ابتسام إني أنا أحب واحدة تدرس بالجامعة وعيد ميلادها قريب ما كنت أكذب. وأنت إيش عرفك بعيد ميلادي بالله؟ سمعت ابتسام مرة قاعدة تسولف عنك وقالت إن عيد ميلادك بهاليوم وبهالشهر فلقطت الموضوع على طول وسيفته براسي. أدري إن عيد ميلادك بعد أسبوع. ما أدري أبكي أضحك إن ابتسام اندرت راح تصير مصيبة عودة. لا مش أسوي ترى الحب مو بيدنا. أنا مو ذنبي إن أنا ما قدرت أحبها. أنا حبيتك أنت من أول ما شفتك. أقول عاد الأفلام والأكشنات هذه أنا ما أحبها ترى. وهذا اللي يعجبني فيك. سهلة قوية مو حساسة وما تأثرين بسرعة. يمكن هذا اللي ناقص شخصيتي. إنسان انطوائي وخجول وبسرعة تأثر. شوف فهد ابتسام اندرت على المسرحية اللي احنا قاعد نسويها الحين راح تصير سالفة عودة. انت لازم تهد المحل بأسرع وقت. بهد المحل ان شاء الله آخر الشهر بس بشرط. لا والله بعد قاعد تشرط. شرطك مرفوض من الحين اقول لك. غصبا عليك بتقبلينا. شنو؟ إذا هديت المحل تمين معاي وما تهديني. شنو يعني ما فهمت؟ الهام أنا أبي أيكم البيت وأتقدم لك. أمباي فهد أنت من صدقك؟ ابتسام اندرت راح تصير سالفة عودة يعني. أنا أدري 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 بكل اللي قاعد تفكرين فيه. بس أعتقد إن الموضوع يحتاج وقت. راح نظل متواصلين أنا وياك لما نتأكد إن ابتسام نسيتني أو تزوجت. وبعدها هي تقدم لك. شوف بصراحة أنت يعني فاجأتني. أنا ما أدري شنو أقول لك بس تصدق أول مرة حد يجيب لي ورد أحمر. كل مرة أي لون يعني. أصفر بنفسجي. تستاهل. مشكور. حسن صراحة خلي منك أول شيء خلي منك الله كبير وصارت إنك حالته حرج جدا فلازم عملية قلب مفتوح بأسرع وقت وبايع على الله إن شاء الله في السلامة إن شاء الله. مم.
شو السالفه اليوم انت رايحه؟ كاني ماشيه. اسف 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 بدريه انا ما راح اخليك تروحي البيت. لازم نقعد ونتكلم بامور مهمه. ممكن؟ اوكي. العملية دي بتاخد وقت، أرجوك عودي لحد ما يخلصوا. Excuse me, babe. This is my friend from Kuwait. I will talk to him and I will come back. Okay. This isn't going anywhere. Adam, come, baby. I don't want to lose you. Can't even go outside. What are you really losing? ليش دقة؟ إحنا على شنو متفقين؟ أصل ولدي بيموت. ولدي بيسوي له عملية قلب مفتوح. ولدي صغير ما راح يتحمل. اتوقع اني انا قايل من قبل هالولد ولدك بروحك. كان المفروض تفكرين بهالامور من زمان. انت شنو ما تحس؟ ما عندك قلب؟ اقول لك ولدي بيموت، هذا ولدك. يلا يلا باي باي باي. Is everything okay with you? Yeah, don't worry. Everything is okay. بدرية، إيش فيك حبيبتي؟ مو أنت لازم تحكي عشان أفهم شو السالفة. مثل ما عرفت، فواز طالب يردني. زين، وأنت إيش رأيك؟ أنت تدري إن أنا أهم شيء عندي بالدنيا عيالي. يعني السالفة سالفة العيال، ها؟ أكيد سالفة عيال. يعني شنو بتكون السالفة مثلا؟ زين 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 زين. واللي يجيب لك عيالك من غير ما تردين حق فواز هذا؟ شلون؟ أنا أقول لك شلون. شوفي، أنا عرضت الموضوع هذا على محامي صديق، شرحت الموضوع كله بالتفصيل، أكد لي إن القضية رابحتها وعيالك راح يكونوا عندك. شلون يعني؟ ما فهمت. أنا فهمت. اللي عرفته إنه اتفق معاك على أساس إنه
أمك تقعد مع اليهال صح؟ قالت معاهم يومين ومشت وخلت العيال عند خدامة. هذا أول شيء. ثاني شيء السبب اللي أنت قلتي لي إياه إنك لاحظت خلال الأيام اللي فاتت إن خالد عيالي درجاتهم بالنازل وحالتهم الدراسية كلش ما تطمن. هذا السبب شنو؟ وجودهم مع طليقك اللي أثر عليهم طبعاً تأثير سلبي. وفوق هذا كله اعتمد عليك بكل طلباتهم. بدرية بدرية لا تيأسين، لا تصدقين كلام فواز، يكذب عليك، لا يطوفك هذا الشيء. أصلاً فواز هذا اللي يحبك كان سامحك. كلنا نغلط، ما حد ما يغلط، مو يخليك تفترين بالمحاكم تدورين عيالك. بعدين تعالي انت بنفسك قلتي لي لما كنتي على ذمته طبعا تعرفتي وانعجبتي شاهين. ليش؟ تعرفين السبب شنو؟ كان ناقص شيء واحد، انت تبين انسان واحد يفهمك ويقدرك ويعمل لك حساب. هذا ما لقيتيه بفواز، لقيتيه بشاهين. خالد بس شو اسوي بموضوع عيالي؟ انا ما اقدر اخليهم. مين قال لك بتخلينهم؟ انا قلت لك تخلينهم. بناخذهم منا غصبا عليه وبالقانون. شلون غصبا عليه يعني؟ بنتزوج وبنرفع عليه قضيه وبنكسبها، وعيالك عيشهم عندنا بالبيت بيننا. ايش رايك؟ هذه أحلام وردية، أحلام يقظة مستحيل تتحقق. أنا مستعد إني أحققها لك. طلب صغير إنك تثقين فيني وراح أثبت لك هذا الشيء. خالد بس بديا أنا ما صدقت على الله إني لقيتك. ما عندي استعداد إني أتخلى عنك الحين. فكري فيني مثل ما تفكرين بعيالك على الأقل. أحبك. بعدين أنا بسأل السؤال واضح زين؟ أنت تبين تكملين حياتك معي ولا لا؟ مو سكوتك هذا مو حل. وأبيش تقررين الحين. إيه أنا ولا فواز؟ السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. حيا الله الحامل والمحمول. ولهت عليك، ولهت على سوالفك وعليك. وانا اكثر ولهان عليك. حياك الله حبيبي. الله يخليك. الخير اللي جايبت لنا هذا جبت معاي خضروات. إيه؟ ولا تبيني اطيح مره ثانيه؟ لا معوده، خليش على خضرواتك كل شيء ولا تطيحي. هم اني جبت لك خضروات بعد. انت نسيت عندك كوليسترول وكنا وزنك زايد. اي حبيبي انا اخاف عليك. تخافين علي؟ بتوكليني مثل اللي تاكلين انت؟ اي وش فيها؟ يا بنت الحلال انا عندي اهون الموت من اني اكل خضره. وبسم الله عليك، عسى يومي قبل يومك. بسم الله عليك. الله يبعد عنك الشر ويعطيك طولة العمر ان شاء الله. الله يسلمك، جزاك الله خير. يلا حبيبي، يا عيوني يا بعد قلبي. عيني السالمه. هلا اروح اجهز لك الاكل ان شاء الله. يلا. بعدين اقول لك حبيبي تعال. ويانا. ابتسام انا رحت ورديت وانت للحين على قعدتك هذه بالبيجامه غيرتيها حتى؟ ايش دعوه؟ الهام انا عرفت كل شيء.
عرفت ان فهد يحبني وما يبي احد ثاني غيري. فهد مسكين راح والف سالفه انه يحب بنت ثانيه، خاف ان انا ارفضه ليش انه فقير، ما عرف انه بالعكس بوقف معاه وما راح اخليه. ابتسام اصحي اصحي حبيبتي، لا تصيرين مجنونه، ايش فيك؟ السالفه مو سالفه فقير وغني، السالفه ان فهد قالك انه هو يحب واحده ثانيه، خلاص لا تدلني روحك عشانه، بس تركي عنك حبيبتي. وليش تبيني اتركها؟ بالعكس لازم اروح له واقول له ان الفقر ما يعيبه، لازم افهمه هالشيء. العملية نجحت، بس من خلال الملاحظة 24 ساعة حتى تطمن على حالته. الحمد لله على السلامة. أكيد ما في شيء. أكيد لا ما في شيء، كله تمام الحمد لله. الحمد لله على سلامته. الو هلا فارس، شلونك؟ هلا بالحبيب، تمام، انت شلونك؟ الحمد لله بخير. اقول فارس، ما عليك امر ممكن تبرني بك بموضوع. خير؟ صاير شيء؟ لا لا مو صاير شيء، بس اذا جيت بقول لك ان شاء الله. خلاص يلا يلا، انا الحين بمرك. حياك. ما صدق بس ترديني البيت؟ ابوك قال لك؟ ابوي قال انك قاعد تفكرين، بس تكفاني ما ردي. اما اذا رديتي ما راح اذيك كلش، وراح اكل وما راح تهوش عذاري كلش. اوه خي خي. عذاري مبارك مشاري وينه؟ احد فيكم يرد علي؟ عذاري يما ما ادري مشاري طاح، ما ادري ايش صار، ما حد فيهم يرد علي. ولي زين، شوي شوي وانت تسوقين دير بالك يما. الله يطمنك يا يما على عيالك. استغفر الله يا ربي يا ربي سترك.